مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. في عام 2017 تعرض مزارعين البطاطس لأزمة كبيرة بسبب الأسعار. كانت كميات المنتجة من البطاطس كبيرة جدا، فأسعارها نزلت وسببت خسائر كبيرة لمزارعين البطاطس. هذا العام 2020 في الكثير من التداعيات المتشابهة مع تداعيات 2017. احنا هنتكلم النهاردة في محصول البطاطس. محصول البطاطس من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر. هنتكلم عن الأزمة وتعرض المزارعين لخسائر بسبب الأسعار، وكمان وضع زراعة البطاطس الموسم ده إيه، وكميات التأول المستوردة من الخارج، مع الدكتور محمد علي فهيم أستاذ التوعية المناخية بوزارة الزراعة. حضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. والمهندس خالد عبد الصمد استشاري زراعي. أهلا حضرتك يا باشمهندس. أهلا محمد. دكتور محمد، وضع زراعة البطاطس دلوقتي إيه في ظل المساحات الكبيرة المزارعة وكميات التقاوي المستوردة، وهل أزمة 2017 ممكن تعاد مرة تانية الموسم ده ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا أستاذ شعبان على إتاحة الفرصة دايما في البرنامج المحترم من سيزرع مليون عشان نتكلم مع أخواتنا المزارعين، ودايما متعودين احنا نتكلم معاهم فيما يفتح نفسهم شويه في الزراعه، مش في اي حاجه تانية. هنتكلم ده، ما ده لازم يستعدوا لاهم حاجه. مش مشكله، بس يعني ايه، المزارع البطاطس بالذات مزارع ليه خاصيه مختلفه، ليه مميزات مختلفه عن باقي المزارعين. خلينا نتكلم على محصول البطاطس قبل ما نتكلم على مزارع البطاطس. اصبح محصول البطاطس في مصر هو من ضمن المحاصيل الاستراتيجيه فعليا، واصبح محصول قومي بلا منازع. ليه؟ لو جينا نبص على المساحة، حوالي 400 ألف فدان، رقم كبير. الإنتاج حوالي 5 مليون طن، رقم أكبر. لو جينا نشوف الإنتاج، قيمة الإنتاج بالجنيه المصري، رقم حوالي 20-22 مليار جنيه سنويا. ده قيمة ال 5 مليون في متوسط، يعني رقم بسيط كمان. فالآخر نلقى من الأرقام اللي احنا بنقولها أن هذا المحصول محصول قومي. لو قلنا ان هو 20 حاجه و20 مليار، طب القمح ال 9 مليون تقريبا ب 40 او 41 مليار. يعني تخيل ان القمح اللي ب 3 مليون فدان، اللي بتزرع نص العروه الشتوي، نص الاراضي في مصر بتزرع قمح، البطاطس بتزرع قيمتها تقريبا نص قيمه القمح. فاذا هو محصول قومي بيستوعب عدد عماله كبير، سواء كان عماله يوميه حوالي 25 او 26 مليون يوميه عمل في السنه، يستوعب مليون فرصه عمل ثابته في الزراعه والمحطات وكذا وكذا. فهو رقم، وبيساهم كمان، وبنصدر احنا السنه 2018 صدرنا ما يقارب المليون طن. ده كنا داخلين في 860-870 مليون طن، مليون طن صدرناهم، سواء كان للاتحاد الاوروبي او للدول العربيه او غيره. فالاخر هو محصول مهم جدا. هقول لك حاجه بس فكاهيه شويه، ان حبه البطاطس اللي ممكن تاكلها شيبسي في دقيقه، المزارع بينتجها في كام دقيقه؟ في 150 الف دقيقه اللي بتتاكل في دقيقه. يعني ده بيقول ان المزارع المصري، مزارع البطاطس بالذات، بيبذل جهد جامد جدا عشان ينتج هذا المحصول. واحيانا في قرى ومجتمعات كامله المحصول الاساسي فيها البطاطس. المحصول الايراد الفعل للقرى والمزارعين البطاطس. في ناس طول السنه يزرع بطاطس، وبقيه السنه يزرع اي حاجه، شامي، ذره، يكمل الموسم وخلاص. فالبطاطس محصول مهم جدا، فيجب ان تتعامل معه المؤسسات، او يكون لي جزء مهم جدا من الاهميه في التخطيط وفي الاداره وحاجات كتيره. بس انا هسيب الكلمه لخالد وبعد كده اكمل في القصه دي. فالموضوع، موضوع البطاطس كمحصول قومي، كمحصول يهم المزارع المصري. ما هو المزارع المصري بيزرعه ليه؟ بيزرع للخساره؟ بيزرعه لانه عارف ان هو ده المحصول اللي بيسد التكاليف، اللي بيجيب فلوس، والا مش هيزرعه. فهو بيزرعه يعني في عائد منه، في ربح، فيها مش ربح. فلما يزرعه ويقف عليه بالخساره يبقى في كارثه. ده بالنسبه، يبقى في كارثه للاسف. طب الدكتور اتكلم بصوره عامه على البطاطس كمحصول، الكميات المنتجه منه، المساحات المزارع بيه، واعتماد المزارعين عليه، لكن الوضع حاليا في زراعه البطاطس ايه؟ يعني هذا الموسم الكميات اللي مزرعه او المساحات المزرعه بيه، وضع المزارعين، المحصول نفسه، هل مبشر ولا لا؟ بعيدا عن اللي احنا البدايه دي اللي هنتكلم فيها في الاخر. والله هو الفضاء يعني خطير يعني السنه دي. هو هقول لحضرتك حاجه، السنه دي في تداخل عروات. احنا الاول نعرف ان البطاطس بتزرع في مصر في ثلاث عروات. العروه الشتوي من مثلا من اخر شهر 8 لحد مثلا نص شهر 10، ودي بتمثل مثلا حوالي 200 ألف فدان.
وعندنا العروه المحيره بحوالي من 40 ل 50 الف فدان، بتكون من نص 10 لنص 11. وعندنا العروه اللي هي الصيف اللي بتزرع حاليا دي حوالي 150 الف فدان، دي بتزرع من بطاطس مستورده اللي احنا استوردنا تقويها. اللي احنا استوردنا تقويها البطاطس المستورده. العروه دي اللي بتزرع دي اللي هي بتزرع حاليا اللي هي 150 الف فدان تقريبا يعني. دي هي اللي بتكفي مصر، لان طبعا ما عنديش من بعد شهر 5 او شهر 6 بطاطس بتزرع خلاص او بتنتج. بتخزن جزء منها في الثلاجات للاستهلاك كتقاوي. لا الاول للاستهلاك، لاستهلاك الشعب طوال الفتره من شهر 5 او من شهر 6 لحد شهر 11 مثلا، او 11. وجزء منها بيستخدم كتقاوي للعروتين اللي احنا قلنا عليهم بقى، اللي هي العروه الشتويه والعروه المحيره اللي بتزرع في نص من اخر 8 واللي بتزرع لحد اول شهر 12. تمام، ده بالنسبه للايه لزراعه البطاطس. طيب السنه دي طبعا في زياده في مساحه الشتوي وفي تداخل يعني النهارده يعني السنه اللي فاتت لو حضرتك فاكر كان في فراغ وفاصل، ووصل سعر البطاطس النهارده ل 7 جنيه الكيلو. الكيلو زي النهارده السنه اللي فاتت. النهارده كيلو البطاطس من 2 ل 3 جنيه اقصى سعر، ما فيش 3 جنيه اصلا يعني، اقصى سعر ما فيش 3 جنيه كمان، يعني تلت السعر بتاع السنه اللي فاتت. وكان في فاصل السنه اللي فاتت كان نشأ من نتيجه الثلاجات لما تم افراغها من البطاطس، فما كانش في تقاوي للعروه المحيره. لكن السنه دي هيكون في العروه المحيره بتنتج والمستورد هيلحقها في الانتاج، فهيعمل عندي في السوق ما في السوق هيبقى مش في فراغ. يعني زي ما اتكلمنا قبل المباشر ان السنه اللي فاتت حتى لو الكميات كانت اكتر كانت جايه على فراغ، لكن السنه دي حتى لو الكميات جايه قليله لا جاي على سوق شبعان. لما نيجي نقارن بقى بين التقاوي اللي دخلت مصر السنه دي والسنه اللي فاتت هنلاقي في زاد اكتر من 17%. يعني السنه اللي فاتت كنا بنقول 112000، السنه دي وصل 136000 مثلا، خلينا نقول 110، والسنه دي حوالي 136000 طن. في فرق اكتر من 17-18% غير المساحه اللي زادت زراعتها، غير التدخل بين العروتين. ده احنا حتى كمان لو بنحصر او يعني من خلال زياراتي نقول ان الشتوي كمان والمحير زاد على السنه اللي فاتت حوالي 15%. انا اعتقد يمكن الدكتور محمد، لا في المساحه، في المساحه يمكن الدكتور محمد ايدني في الحته دي، ان المساحه اصلا زايده في الشتوي، وكمان عندي في الصيفي المساحه برضو زايده. زايده دكتور محمد بدليل السعر. يعني مش زايده ما كانش السعر عامل كده. هذه المعطيات اللي اتكلم فيها الباشمهندس خالد تاثيرها ايه بالظبط كده؟ الباشمهندس خالد اتكلم في نقطه مهمه جدا، اتكلم على تداخل العروات. السوق اي منتج زراعي بيخضع للعرض والطلب، ملوش حاجه تاني. فلما يكون تداخل العروات، لما يكون في امداد مستمر للمنتج في السوق، السوق تخيل سوق العبور بيخش له تقريبا، لما انا شفت متوسط السنه اللي فاتت في اليوم ما بين 800 ل 850 طن. سوق العبور هو اللي بيحدد سعر البطاطس اليومي في مصر. سوق العبور لو دخل 200 طن 300 طن زياده، 200 طن على مستوى مئات الالاف من الاطنان على مستوى الجمهوريه، يغير في السعر. ففي حتى اسواق تداول البطاطس في مصر محتاجه نظره، مش معقول سوق سعر سوق العبور هو اللي يتحكم كل في الاسعار في منتج بنقول احنا بننتج منه 5 مليون طن، بنزرع منه 400000، استثماراته 20 مليار دولار جنيه عشان بالظبط كده. المزارعين اللي بيزرعوا بطاطس في مصر تقريبا في حوالي اكتر من 120-130 الف مزارع، يعني رقم ضخم جدا من المزارعين. تكلفه البطاطس، تكلفه انتاج التقاوي، تكلفه انتاج البطاطس في مصر بيتراوح ما بين 25000 في العروه الشتوي لغايه 40000 في الارض السوداء، 40000 في العروه الصيفي، 60000 في وفي الجبل، في الجبل في الفتات. لما مزارع في جنيه للفدان، للفدان في البيفوت يوصل 60000 في العروه الصيفي اللي هي مزروعه حاليا. عارف معناه ايه يا استاذ شعبان؟ معناه ان طب الكيلو الفدان بيجيب بكام طن؟ متوسط بقى انت وحظك. السنه دي الانتاجات كلها رغم الاسعار دي الانتاجات كلها تعبانه. خالد بيضحك. القصه كلها ايه؟ ان الكيلو بينتج من الارض ب 2 جنيه ونص و2 وربع و3 في العروه الصيفي 3، هبيعه بكام؟ اول ما تبيعه هتبيعه بنفس، وكان بيزرع كان بيهزر يعني ولا ايه؟ اما هيبيعه بكام؟ هيبيعه برقم لازم على الاقل في جنيه فرق، 4 جنيه مثلا، في جنيه فرق اللي هيقدر يعوضه. يعني جاب مثلا جاب 13 طن 13000 حلوين مثلا في 120 يوم، حاجه كويسه فوق التكلفه بتاعته ده لو جنيه. طب لو باع بنفس، لو كلف الكيلو 3 جنيه وباعه ب 3 جنيه معناه ايه؟ معناه ان في خساره عنده 4 شهور 5 شهور خساره. تكلفتهم كام؟ تكلفتهم كتيره جدا. فالاخر املأ ان المحصول
المهم جدا العائد بتاعه كبير للمزارع بيتبهدل بالطريقه دي خلاص. ففي هيزرع ايه المزارع؟ هيزرع محاصيل تقليديه ده هو بيكمل بيها السنه عشان يكمل السنه، مش هيسيب الارض فاضيه. فالبطاطس محتاجه اعاده تنظيم واداره على المستوى القومي، مش على مستوى المناطق ولا على مستوى المحافظات، على المستوى رأيه. القومي. كان في فكره كنت بتكلم مع البشمهندس خالد عليها، ان هو انا ليه استورد 135 الف طن عشان ازرعهم في العروه الصيفي؟ 135 الف طن تقاوي. تقاوي عشان ازرعهم في العروه الصيفي، جزء منهم كبير اوديه للاستهلاك. يعني ليه اشتري تقاوي من بره غاليه وازرعها عشان انتج بطاطس تروح للاستهلاك؟ طب ما اكون في تقاوي احد من الزراعه دي وازود في اخلي التقاوي. كميه التقاوي اللي انا استوردها من بره تكون فقط رايحه لانتاج التقاوي العروات اللي جايه، انتاج التقاوي بس. اما الاستهلاك المحلي والتصنيع يكون من كسر. ما هو الباشمهندس خالد قال ايه؟ قال العروه المحيره السنه دي اتزرعت 15/11، طب العروه الصيفي اتزرعت 16/11. يعني التقاوي جابوها بدري السنه دي، فكان في نفس اليوم ناس بيزرع عروه محيره وناس بيزرعوا عروه صيفي. العروه الصيفي دلوقتي عمره 90 يوم، اللي هي مزروعه داخله على 90 يوم. فالاخر انا ليه ازرع بتقاوي مستورده؟ مزرعة بتقاوي كسر محلي، او ما اوفر كل الملايين دي من الدولارات، وفي نفس الوقت احد من موضوع ان انا تقاوي، احدد الاماكن اللي ازرع فيها، الاماكن اللي ازرع فيها التقاوي المستورده يبقى اماكن تحدد في المحافظات المعينه والدوله تشرف عليها. زي زمان من عشرات السنين كنا بننتج تقاوي محلي معتمده اللي بيزرع، لكن دلوقتي بالطريقه الموجوده دي في مشكله كبيره جدا في محصول كبير زي كده. وده الاخر احنا بنتكلم عليه، بنتكلم على اقتصاد قومي بتاع البلد، اقتصاد القومي الزراعي. البطاطس بتساهم فيه ب 6-7% في الاقتصاد القومي الزراعي. 6-7% في الاقتصاد القومي الزراعي. فرقم كبير مش قليل، فما ينفعش يتساب بالطريقه دي خالص. متوقع الاسعار السنه دي ايه؟ يعني الصيف دكتور احمد عشان الناس تستعد، يعني عشان المزارعين يستعدوا. لا اقصى حاجه هتبقى من جنيه ونص ل 2 جنيه يعني. لان هقول يعني طبعا مقارنه بالتكلفه احنا الاول احنا قلنا العروه دي تتكلف اقل حاجه 3 جنيه الكيلو. يعني تكلفه الكيلو في العروه الصيفي يخش في 3 جنيه، لان احنا بنتكلم مثلا ان الانتاج طبعا انتاج متوسط. احنا يعني المتوسطات الرسميه اللي في مصر 11 طن للفدان. في ناس بتجيب 20 وفي ناس بتجيب 6 وفي ناس بتجيب 7 وفي ناس بتجيب 5 وفي ناس بتجيب 12، لكن المتوسط العام 11 طن. هنقول بتجيب هنا 15 طن، خلينا نقول في الصيف متوسطه 15 طن، لان الصيف اعلى انتاج شويه. لو قلنا الفدان من 40 ل 50 او 40 الف جنيه، بنتكلم في 3 جنيه تكلفه للايه؟ للكيلو. لو انا بعته ب 2 جنيه بخساره تلت. بخسر التلت. ولو ب 3 جنيه خساره. ماشي؟ لو ب 3 جنيه خسرت مجهودي ووقت، يعني انا شغال 4 اشهر علشان الزرعه ديت. طب ما هو مجهودي كل ده راح لو انا بعت ب 3 جنيه. واحنا اصلا هل دي توقعات مش متوقع. ولا ما هقول لحضرتك على في احتمالات كتير. هقول لحضرتك خلينا مثلا هقول لحضرتك على حاجه. احنا برضو دي راجعه للظروف. لا اقول لحضرتك على حاجه، السنه اللي قبل اللي فاتت كان المزروع في مصر حوالي 100,000 طن. بس كانت الظروف الجويه كويسه مساعدة. غير مناسبه، مش اللي فاتت 2018 كان الجو حر. 2018 فكانت الانتاجيات ضعيفه جدا، وده اللي عمل الفاصل اللي وصل فيه البطاطس ل 10 جنيه في الثلاجه، وصلت بعد كده 7 جنيه من الارض والكلام من ده. السنه اللي فاتت كان اللي مزروع في مصر 110,000 طن، كان زايد قد ايه؟ 10,000 بس. بس كانت الجو السنه اللي فاتت كان مناسب، ما شفناش اصلا موجه حر لبعض شهر 5 زي ما الدكتور محمد قال من شويه. فكانت الانتاجيات السنه اللي فاتت يعني اعلى متوسط انتاج انا شفته من سنين في مصر. فعمل كميه انتاج عاليه جدا. طب احنا السنه دي زايدين على السنه اللي فاتت بحوالي 25,000 طن. ولكن احنا ما احناش عارفين الظروف هتمشي معانا ازاي. لو الظروف الجويه زي السنه اللي فاتت اعتبر بتحصل بنص جنيه، مفيش فيها كلام. ممكن توصل نص جنيه. ممكن توصل نص جنيه. لو في انتاج عالي جدا. انا هقول لحضرتك حاجه، هي مش من زمان، من 2017 وصلت 60 قرش في الثلاجات. لما البطاطس اتخزنت في الثلاجه لان كانت كتيره، وبدات العروه الشتوي تنتج ولسه في الثلاجات، اتاخدت راحت بقى يوديها للسمك ب 60 قرش و70 قرش والكلام من ده. فلو في انتاج السنه دي مع الكميات دي اعتبر احنا بنتكلم في متوسط، يعني هنقول جنيه وربع وجنيه ونص والكلام من ده. ده من الارض لو اتحطت في الثلاجات بالله اعلم ايه وظروفها، يعني لو ما فيش تصدير او كده. فبصراحه يعني الوضع يعني احنا شايفينه سيء لو الظروف الجويه اصبحت ايه مناسبه للانتاج. يعني لو في الانتاج متوسط وزي السنه اللي فاتت، انا اعتقد
مش هتزيد عن 2 جنيه ابدا، صعب انها تزيد عن 2 جنيه. احنا معانا استاذ احمد من كفر الشيخ. استاذ احمد الله يكرمك استاذنا، اتفضل. ربنا يعزك. انا بحييك وبحيي ضيوفك الكرام الدكتور محمد والبشمهندس يعني على الاهتمام بالفلاح وبالوضع اللي هو الايه الحالي للفلاح. شكرا، اتفضل يا زحمة. ربنا يعزك. والله يا استاذ شعبان احنا بنتكلم يعني احنا كنا بنتكلم قبل كده وبنقول وزاره الزراعه وبنرجع ونقول وزاره الزراعه في كل شيء. اساس كل حاجه هي وزاره الزراعه. قلنا الوزير اللي فات وخرب بيتنا والوضع مش حلو، وجالنا برضو وزير جديد قلنا الحمد لله هيبقى الامور تمام والمشاكل الفلاحين هتتحل، لكن للاسف مفيش اي حلول للفلاحين. طب يعني الوزير زي ازمه البطاطس دي معلش ممكن يعمل ايه من وجهه نظره؟ المفروض ان في تعاونات، في حاجات ان هو يقف مع الفلاح ويساند الفلاح في تسويقها، يساند الفلاح في استيراد البذور بتاعتها. الوزاره المفروض تقف مع الفلاح في استيراد البذور، هتقلل تكلفه المزروعات يا استاذ شعبان. هو انا دلوقتي لما استورد البذور غاليه، التكلفه بتزيد عليا ولا بتقل؟ بتزيد طبعا. طب ما هي المفروض ده واجب الوزاره. المفروض ان انا مثلا عندي دلوقتي في مشكله في التسويق، المفروض ان الوزاره تساهم. وزير الزراعه لو ما كانش خاص بالفلاحين يكون فلاح ويحل ويحاسب بمعاناه الفلاح زي الدكتور محمد كده، والله ما هينفع ولا هتنفع وزاره. احنا نكلف الدكتور محمد وزير الزراعه. والله يا ريت والله العظيم يمسك وزير زراعه، وبنناشد الرئيس السيسي من منبرك من هنا ان هو يمسك الدكتور محمد وزير زراعه. يا ريت يا مسهل. ايه يا شباب؟ هو الفلاح الوزير لو مش حاسس بمعاناه الفلاح ومشاكل الفلاح، والله احنا يعني معالي الوزير السيد القصير لسه يعني احنا منتظرين نشوف الشغل بتاعه خلال الفتره الجايه. وكمان النهارده في خبر الدكتور علاء عزوز مسك رئيس قطاع الارشاد الزراعي، فان شاء الله يكون في نتائج كويسه خلال الفتره الجايه، وفي تغييرات يعني على مستوى القيادات ممكن خلال الفتره الجايه يكون في يعني شغل على الارض. يا استاذ شعبان بقناه وزاره الزراعه اللي هي المفروض تعرض، احنا ما ينفعش نتكلم في قنوات تانية دلوقتي. حاجه هختم بيها، قناه وزاره تقدم حلول للفلاحين وتقدم معاناه الفلاحين، بتقدم مسلسلات وافلام. لا 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 لا، قناه مصر الزراعيه بتقدم بصراحه في برامج كتير استاذ احمد، يعني عن الدكتور محمد نفسه في برنامج ليه على قناه مصر الزراعيه، وفي زملاء اعزاء هناك بيقدموا برامج كتير جدا يعني عن الزراعه والقطاع الزراعي. يلا صح يعني دي حقيقه الدكتور محمد يعني والله في ترفيه شويه المشكله. بشكر حضرتك جدا استاذ احمد، شكرا جزيلا ليك. طب احنا معانا كمان استاذ محمد. من هنا استاذ محمد مساء الخير. مساء النور، اتفضل. تحياتي لحضرتك ولكل الباشمهندسين المشاركين للاستوديو مع حضرتك. ربنا يخليك يا رب، اتفضل يا فندم. حضرتك احنا عندنا في الصعيد دايما في وادي النيل على شط النيل بتاعنا بيبقى فيه مساحات كبيره بناخدها يعني بنظام بندفع لها فلوس للحكومه وكده، ارض رمليه. تمام. حضرتك يعني انا البلاط البلدي عندنا بتبقى حجمها صغير بس بتبقى مطلوبه في السوق اكتر. تمام حضرتك؟ هل حضرتك المواد الكيماويات اللي بتتحط للبطاطس دي اللي بنخليها تنفخ يعني سعادتك، احنا ممكن لو زرعنا البلاط البلدي سعادتك بكميات اكتر تجي معانا كسوق ومنتج، ولا بالفعل نزرع البطاطس اللي هي البلدي العاديه ولا المستورد افضل عشان نغش الناس ويبقى عندنا منتج؟ لو زرعنا البلدي ايه الاحسن سعادتك في الارض الرمليه بالنسبه للصعيد عندنا، ولا بالنسبه لوجه بحر او الرمل اللي هو اللي في الجبل افضل، ولا الطين السوداء سعادتك؟ انت السؤال تمام حضرتك. طيب تمام، بص يعني اسمع الاجابه من الدكتور محمد والمهندس خالد بعد شويه يعني. تمام شكرا. في سؤال تاني، اتفضل. حضرتك انا عندي هنا في نبات مخضر في الارض اكتشفته قبل كده، مع كان عندي ابن اخويا كان عنده حمى بيسموها الانيميا بتاعه البحر المتوسط. تمام. عملت له منها شويه الكلام ده من سنتين وربنا شفاه. فعايز حضرتك اتواصل مع حد من الزراعه، مش هقدر اقول اسم المنتج يعني مع حضرتك، بحيث المنتج ده اللي هو الزراعه دي ممكن تشفي من الامراض، ممكن يعني نفس الاعراض، مش عايز اقول لك انا اسف يعني الكورونا، بس ممكن تشفي من نفس الكورونا، فعايز حد يعمل تحليل الزرع اللي عندي سعادتك. خلاص انا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا استاذ محمد من قنا. اجابت السؤال الاول. هو من قنا صح؟ هو بياخد ارض على النيل رمليه وبيزرعها يعني بيتاجرها تقريبا. تمام، هي غالبا هو قصده البطاطس البلدي، قصده البطاطس اللي بتزرع في الشتاء، هم بيزرعوا في اول 10 اللي هي العروه الشتوي.
فهو بسماها البلدي. هو هنا مش مشهوره قوي بزراعه البطاطس بسبب الاجواء بتاعتها الحاره، فممكن احيانا يعني يتزرع العروه الشتوي، فبيزرعوها على نطاق مساحات صغيره للاستهلاك اليومي بتاعهم. لو هيزرع بطاطس فلازم اصناف معينه، اصناف اللي بتحمل الحراره تزرع، وتزرع في مواعيد من 25/9 لغايه اول 10، ويبقى فيه هم عشان مش ما بيزرعوش بطاطس اصلا فمش عارفين البرنامج بتاعها، فممكن بيتعامل معاها كانها شامي، كانها ذره، كانها كذا. لكن لها برنامج معين. لازم لازم يكون عارف. ثم احنا بنحكي على الانتاج كتير، يعني نروح نزرع فينا مع احترام اللي بتوعينا. يعني كمان بستعليقك على السؤال بتاعه، اصل هو يعني انا اعتقد ان هو ما عندوش خبره بالبطاطس، لانه بيقول البطاطس البلدي غير البطاطس اللي بنجيبها من بره. احنا اصلا البطاطس البلدي هي ناتج كاس، ما فيش بطاطس بلدي اصلا، فيش انتاج تاوي بلدي، مفيش اصلا بلدي. يعني حل. احنا اصلا عندنا البطاطس اللي بنتكلم عنها هي بطاطس جايه ناتجه من اقصار العروه الصيفي اللي احنا قلنا عليها دي، اللي بتيجي دلوقتي حاليا مزروعه وبتخزن في الثلاجات بغرض التغذيه وبغرض ان انا بستخدمها كتاوي. لكن ما فيش في مصر بطاطس بلدي. وبعدين اصلا البطاطس داخله مصر قريب جدا، يعني البطاطس داخله مصر كان في عهد محمد علي، وبدايه زراعتها او مثلا انتشارها ونهضتها كانت في الثمانينيات في السبعينيات كده، يعني مش 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 حاجه قديمه، يعني مش زي العدس والبصل والكلام بتاعنا ده، يعني هي داخله مصر جديد جدا. مفيش اصناف بطاطس مصريه خالص. يعني انا فاهم، بس اعتقد ان معهد بحوث البساتين شغال زراعه انسجه، يعني زراعه انسجه من صنف سبونتا، من صنف نيكولا، من صنف كذا، يعني الاخر زراعه انسجه من صنف اصلا اجنبي، لان البطاطس اصلا منشاها مش مصر مش هنا. بالظبط كده، وداخله متاخر هكلمنا. هنا اتكلمنا في نقطه مهمه جدا يا دكتور، وهي التقاوي. يعني بنستورد 135 الف طن، وده بيتسبب في ازمه. يعني ازاي ممكن من خلال وزاره الزراعه او الجهات المسؤوله عن عمليه الاستيراد نضبط هذه العمليه الاستيراديه بما يعني ما يخليش المساحات المزارعه كبيره جدا وما يعملش اغراق للسوق في نفس الوقت، والمزارع يبقى هامش ربحه مناسب. يعني ازاي نربط بين عمليه الاستيراد من الخارج وبين المساحه المزارعه وبين السعر وبين حاجه السوق والكلام ده كله؟ ازاي ممكن تمام. في معادله بسيطه نظبطها. قبل ما نتكلم في الموضوع ده، الاول هنتكلم على البشمهندس خالد اتكلم على الرؤيه عن العروه الصيفي اللي جاي. العروه الصيفي عروه مكلفه ومزروعه بمساحات كبيره، وزي ما قلت لحضرتك مناطق كتيره زرعاها، فبصراحه اي مشكله في السعر ناس كتير جدا من المزارعين دولت هيتاذوا، واذى كبير. يعني المزارع اللي بيخسر في سنه بطاطس بترجعه 10 سنين لورا، 10 سنين بالظبط لورا، يفضل بقى يعمل اعاده هيكله من اول وجديد للدخل بتاعه. احنا نتمنى، احنا عندنا دلوقتي فرصه موجوده ان تسحب جزء من هذا الانتاج ترميه بره، صدره تصدير. التصدير لغايه دلوقتي تقريبا كان اخر حاجه كان 15-20 ألف طن، وده رقم ضعيف جدا. المفروض ان كل الاجهزه المعنيه والمؤسسات والمصدرين يبقى حاطين هدف ان يصدر 800-900 ألف طن باي طريقه في الفتره دي. السوق المحلي، السوق الاجنبي والمنافسه، اعمل والدوله تدعم كل المصدرين ان لازم على الاقل يتصدر 800-900 ألف طن السنه دي، لازم جزء كبير من هذا الانتاج. ومعظم هذا التصدير بيبقى من العروه المحيره. فضي الدنيا قدام العروه الصيف قبل ما تيجي، فضيه. لان يعني صرف انتاج بتاع العروه، لازم تصرف انتاج. ثاني حاجه موضوع ان البطاطس للاستهلاك فقط، كل بطاطس اللي ممكن اصنعها ما تروحش استهلاك مائده. كل بطاطس انا عندي حوالي 4-5 اصناف، طبعا ليدروزيت التصنيع بس، الهرمز ما تروحش استهلاك، الكروز ما تنزلش للاكل. ماشي، حاول على قد ما نقدر ناخد بلقات نتصرف. المهم الاخر لازم نسحب جزء كبير من هذا الانتاج قبل العروه الصيفي ما تخش، لان خلي بالك العروه الصيفي للاسف الشديد لو دخلت بالطريقه دي وهي مساحات كبيره جدا هيبقى في كارثه على المستوى القومي لو الاسعار بتاعت العروه الصيفي وقعت. تمام، فنتمنى ان يكون في اي تصرف خلال الفتره اللي جايه. بالنسبه لموضوع ملف البطاطس، سميه ملف البطاطس كاحد الملفات القوميه المهمه في القطاع الزراعي. البطاطس محتاج ان يبقى في دراسه واضحه جدا بتقول انا احتياجاتي الاستهلاكيه السنويه مثلا 2.5 مليون طن، الجزء اللي هيروح للتصنيع 800 ألف طن، الجزء اللي هزرع بيه العروه المحيره اللي هطلع انتاج اصدره ويروح للاستهلاك مقداره كذا. فبناء على الحساب ده يبقى انا مش هستورد من بره غير مثلا 90 ألف طن، 91 ألف طن، 2، ما سيبش. اقول لك في اتفاقات تجاره حره وانا ما اقدرش امنع الناس انها تستورد، لا، كل دوله لها الحق طبعا، الدوله المصريه لها الحق في
اداره ملفها الزراعي في اداره امورها الزراعيه بالطريقه اللي هي شايفاها ما صح. انت مش هتحظر الاستيراد بصوره كامله يعني، انت ممكن تحدد. لازم يتحدد لازم يتحدد. فبالتالي انا من الاول خالص طالما انا عندي مصدر كويس ان انا بجيب التقاوي ازرع بالعلوه الصيف وبتدور السنه على هذا هذه الكميه، فمن دلوقتي لازم احدد الكميات اللي انا استوردها من بره، لان الدوله بتعمل كده، مش بتعمل حاجه اسمها رزوق رسوم احتكار وتعمل حاجه اسمها رسوم اغراق وكذا وكذا في بعض السلع غير الزراعيه. اعمل كده في تقاوي البطاطس، احكم الموضوع بحيث يبقى في سعر مناسب للمستهلك وبنفس الوقت سعر مجزي للمزارع. هل الدوله ممكن تقوم بالموضوع ده؟ ممكن تقوم بالموضوع ده، بس بشرط ان يكون في تكامل لمجموعه من الدراسات بما فيهم دراسه الاسواق الخارجيه اللي انا بصدرها واشوف المنافسين واشوف احوالهم ايه واقدر انافس معاهم ازاي. فالموضوع كله ملف يرتبط بوزاره الزراعه، وزاره التموين، وزاره التجاره الخارجيه اللي هي خاصه بالمجلس التصديري. الثلاث وزارات دولت مع المكاتب الزراعيه او مكاتب التمثيل التجاري اللي موجوده بره. عظيم. كل دول يقعدوا يعملوا دراسه قويه للمجلس التصديري للحجر الزراعي الموسم القادم يوم يحدد كل ممكن يحدد المناطق. انت في الرز بتحدد المناطق عشان الميه، حدد المناطق في البطاطس عشان الناس، عشان عشان الاقتصاد القومي. عدل الدوله، وده قانون الزراعه اللي اتعدل ان يحق للدوله انها تحدد اماكن زراعه بعض المحاصيل. مش لازم عشان الميه بس، عشان ما يحصلش الارتباك ازمه، ده بسبب ازمه في الاقتصاد في وده النهاية. خلي بالك ببساطه جدا ممكن السنه اللي جايه ما حد جزء كبير من مزارعي البطاطس يخرجوا بره زي اللي حصل برضه. هو نفس السيناريو اعتقد ان السيناريو بيتغير. طب احنا معانا الحاج محمود جنديه عضو اتحاد مصدري مصر. حاج محمود واحد مصدرين البطاطس. حاج محمود السلام عليكم. السلام عليكم شعبان، وبمسي على ضيوفك الكرام وعلى برنامجك الجميل. ربنا يخليك يا حاج محمود. البطاطس يعني حضرتك يعني ابا عن جد بتشتغل في البطاطس وليك خبره كبيره فيه. عاوز اعرف من حضرتك حاج محمود بس الوضع في زراعه موسم او الزراعه في هذا الموسم للبطاطس ايه، وكمان توقعاتك خلال الفتره اللي جايه يكون الناتج او العائد على المزارعين ايه؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. هو اولا كميه التقاوي اللي دخلت مصر السنه دي كتيره جدا. تمام. عدت ال 140 الف طن. طبعا دي اكتر من احتياجات مصر. تمام. وده بيرجع يا استاذ شعبان ان كل من بيقدم طلب لاستيراد بطاطس بيتوافق له عليه. تمام. طبعا ده طبعا يعني في حد ذاته كمنظومه، كمنظومه البطاطس طبعا يعني شيء مرفوض. المفروض انا النهارده راجل بدرس كمستورد الصنف بتاعي ده احتياجات مصر منه 1000 طن 2000 طن، يبقى ما اجيبش 2000 طن وكيلو. صح. بالتالي الاسعار حضرتك النهارده البطاطس المستورده بتتشحت يا شعبان بيه. يعني طن البطاطس ابو تقاوي صح، تقاوي البطاطس المستورده، تقاوي البطاطس المستورده. تمام. النهارده بنخسره في طن البطاطس 15 و17 الف جنيه. حضرتك لحد النهارده في بضائع يعني في مش عايز اقول لحضرتك في مثلا حوالي 10000 طن بطاطس جوه مصر لسه ولا 15000 طن. ده تقاوي برضه موجود. المحصول حضرتك الشتوي بيتشحت ب 140 ساب، ما جابش تكلفه لمؤاخذه السماد بتاعه. طب يا حاج محمود انت حضرتك شايف الحل ايه في الازمه اللي احنا فيها دي؟ الحل الوحيد يا باشا ان انا افتح التصدير. هو التصدير المفروض ما هو انا بس الاول شغال بعد اما اخلص. اتفضل اتفضل يا حاج كمل. التصدير النهارده حضرتك يعني دوله زي دوله لبنان كانت بتاخد مننا كميات كبيره، لسه فاتحه النهارده من 18/2 ل 18/3 واحتياجاتها 25000 طن بس، يعملوا لي ايه؟ ادي دي جزئيه. الجزئيه الثانيه بالنسبه للخليج وروسيا لسه يعني التصدير واقف، فلاح مش لاقي يسوق المنتج بتاعه يا استاذ شعبان. يعني احنا بنطالب وزاره الزراعه ان يكون ليها جهود والمجلس التصديري في انه يفتح اسواق خلال الفتره دي. معالي وزير الزراعه بالتدخل في حل الازمه، لان حضرتك الفلاح كده ضايع في زرعه البطاطس، وبالتالي التقاوي خربت بيوت الناس. والصيفي هتبقى كارثه برضه حضرتك، لان كل التقاوي اللي دخلت مصر انزرعت. والله احنا يا حاج محمود كلام مهم. محصول البطاطس ده محصول استراتيجي. كلام مهم حاج محمود وخطير، واحنا ان شاء الله يعني نطالب ومعالي وزير الزراعه بانه يتدخل ومجلس التصدير والجهات الرقابيه المسؤوله. انا بشكر حضرتك جدا حاج محمود جنديه، وريت الاعداد يدخلونا يعني يحاولوا مع معالي الوزير انه يدخل معانا في مداخله ويجيب على اسئله المزارعين. ماشي، خلينا اتكلم مع حضرتك معلش في نقطتين. النقطه الاولانيه احنا النهارده بننتج
احلى حبات بطاطس في الوقت ده. يعني افضل حبات بطاطس بتطلع في مصر بتطلع في الوقت ده. لماذا الحظر على الدلتا في التصدير؟ من سنة 98 والدلتا محظور ان هي تصدر بطاطس باسباب واهية لدول اوروبا. محظورين الدلتا كلها. محظور بحجة العفن البني. طب معلش تعالى اعمل حصر، شوف الاراضي اللي فيها عفن بني ومنعه من التصدير، والاراضي اللي ما فيش فيها عفن بني الدنيا ان انا اصدر. ليه الدلتا من سنه 98 لحد النهارده بتطلع اجود حب؟ يعني النهارده بطاطس المنصوره اعلى بطاطس في مصر في السعر. اذا كانت بطاطس بتباع ب 2 جنيه بس المنصوره بتباع ب 3 جنيه، جوده عاليه جدا. طب لماذا الحظر على الدلتا من التصدير باسباب وهي دي مصلحه مين؟ يا ريت العدد رقم واحد الدكتور احمد العطار يجاوب لنا على السؤال ده. رقم واحد. رقم اثنين، ارتفاع اسعار التقاوي مبالغ فيه. هقول لحضرتك يا استاذ شعبان، مثلا لو احنا هنتكلم مثلا بعد تعويم الدولار كانت شيكاره البطاطس مثلا القاره من 800 ل 1000، من 800 ل 1000 جنيه، من تعويم الدولار لحد النهارده الدولار بينزل ولا بيزيد؟ بينزل. بينزل. ازاي انا كنت بشتريها بعد التعويم ب 800 وبشتريها النهارده ب 1800 و2000 جنيه؟ طيب سيبنا من دي. الجمعيه العامه لمنتجي البطاطس السنه دي مشكوره، حجزت 1000 طن من الشركات وكانت بتباعها باسعار. هقول لحضرتك مثلا الكاره كانت بتباعها ب 20000 في حين ان هي كانت موجوده 50. من 36 ل 38. الحقيقه انا كنت بتكلم السلاني. هقول لحضرتك برضه احمد الشربيني السلاني في النقطه دي مهمه. السلاني راجل مشكور جدا، السلاني كانت ب 25000 بيسلمها للناس. 25000 ب 25000 كانت ب 55000. طب ده في نفس السنه ب 55000 عشان بس ما حدش يقول الوزاره ما لهاش دور. لا، طب ما الجمعيات تقوم بالدور ده. يعني الجمعيات الزراعيه لو قامت بالدور ده. برضه في مبادره انا بحييه عليها برضه استاذ احمد الشربيني ان شاء الله هنروحها. وانا بدعوك برضه وانت دايما معانا في المشاكل الزراعيه بصراحه، يعني دايما بنلاقيك. ربنا يكرمك يا رب ان حضرتك تكون معانا في اليوم ده. اليوم ده الباشمهندس احمد. اليوم ده احنا معانا الدكتور احمد العطار. تمام. دكتور احمد العطار. ايوه يا فندم. ازاي ما عليك يا فندم شعبان؟ اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ شعبان عامل ايه؟ ربنا يخلي حضرتك يا رب. دلوقتي يعني مهندس خالد معانا في الاستوديو سال سؤال، يعني لو حضرتك تجاوبنا عليه، وهو لماذا بيتم حظر التصدير من الدلتا للدول الأوروبية خاصة يعني بحجة العفن البني؟ ليه ما يتمش عمل رصد أو يعني للمكان هناك ويشوفوا الأماكن المصابة والغير مصابة ويفتحوا باب التصدير؟ والله هو الدول الاتحاد الاوروبي هي اللي بتشترط ان يكون التصدير ليها من الارض الجديده اللي هي مش الارض السمراء، يعني مش ارض طينيه، انها تكون تربه، ان البطاطس تكون مزروعه في تربه رمليه، وانها تكون خاليه من مزروعه في مناطق خاليه من العفن البني. يا اخي انا شفت معايا تليفون، معايا تلفزيون. الو؟ ايوه يا دكتور مع حضرتك، اتفضل. فهي الاتحاد الاوروبي هو اللي بيشترط ان يكون ان التصدير يكون من اراضي خاليه من العفن البني، وانها زي ما قلت تكون اراضي رمليه وتكون اراضي حديثه. انما فيما يخص الدلتا، انشاء مناطق خاليه من العفن البني في يعني في مناطق الدلتا ده بيبقى صعب جدا، علشان خاطر الري وطرق الري هناك يعني الري العادي، طرق الري العادي مش الري بالتنقيط، ومش مفيش شبكات ري والكلام ده. فده بيبقى صعب، لان عشان تحكم الميه من وانتقال الميه من ارض لارض ومن مزرعه لمزرعه ده بيبقى صعب، ولكنه مش مستحيل. يعني ممكن يتم انشاء بعض مناطق خاليه من العفن البني في الدلتا. طب يا دكتور معلش سؤال، يعني هل الحجر الزراعي حاول او المجلس التصدير للحصريات الزراعيه حاولوا انهم يدخلوا في مفاوضات مع دول الاتحاد الاوروبي علشان مثلا يعملوا وفود من دول اوروبيه تزور هذه المناطق؟ لا هو مش لا المسرعية. هو مش عمليه وفود. هو احنا في الاول خالص ده الاتحاد الاوروبي شروطه في موضوع العفن البني ده شروطه صارمه جدا، ولا يقبل اي تفاوض فيها. واحنا حاولنا قبل كده، ومش بس كده كمان، ده هو يعني لو شحنه راحت فيها عفن بني الدنيا بتتقلب في الاتحاد الاوروبي، لان الاتحاد الاوروبي فيما يخص العفن البني هو صارم جدا. انما زي ما قلت ان انشاء مناطق خاليه في الدلتا هو امر صعب لكنه ليس مستحيل، بس انشاء منطقه خاليه من العفن البني هو ده مش مسؤوليه الحجر الزراعي، ده بيبقى مسؤوليه مشروع العفن البني. فبالتالي مشروع العفن البني لو توفرت اليه بيانات كافيه عن مزارع او يعني مجموعه من الاراضي في الدلتا تكون عارفه انها خاليه من العفن البني
ومتاكدين ان هم ما عندهمش اصابه باي امراض من الامراض اللي هي البكتيريه ذات الصله، يقدروا يقدموا لمشروع العفن البني ويطلبوا منهم طلب زي اللي حضرتك بتقوله ده. وهو اعتقد العفن البني ممكن يدرس الطلبات بتاعتهم ويبدا مشروع، يعني العفن البني ممكن يدرس الطلبات بتاعتهم ويبدا يبحث مدى امكانيه انشاء مناطق خاليه من العفن البني في الدلتا. لكن الوضع الحالي زي ما قلت الاتحاد الاوروبي هو اللي بيشترط ان 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 التصدير ليه يكون من اراضي جديده، من اراضي رمليه، ومن مناطق خاليه من العفن البني، مش احنا اللي بنشترط يعني. طب دكتور، ما في ما يعني انا اعتقد ان في مناطق كتير مزروعه بال وفي سؤال من احد المهندسين، يعني من المهندس خالد لحضرتك. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا يا استاذ خالد. معلش، يعني هو العفن البني داخل اصلا مع التقاوي ولا من الارض؟ لا يا فندم، احنا ممنوع دخول العفن البني مصر، ده مرض حجري. يعني دخل ولو مصر التقاوي جايه، ولو التقاوي جايه من بره في عفن بني بنعدمها. طيب تمام، يعني هو اساسا دخل من التقاوي. لا مش داخل، بقول لا مش داخل من التقاوي. لا الاول يعني هو كيف وجد في الدلتا؟ لا وجد في الدلتا من البطاطس اللي في الدلتا، من الكسر، من البطاطس اللي هي بتتزرع ويكون فيها كسر محلي، وياخدوا التقاوي الكسر المحلي اللي ناتجه من ارض مصابه بالعفن البني، فبينتشر العفن البني في المناطق دي. عموما يا فندم، هو طبعا الدلتا فيها مساحه كبيره حاليا بتزرع بالري بالتنقيط، وفيها مساحات جديده. يعني احنا لو فعلا يعني لو عملنا حصر في، وبعدين على فكره يعني معروف الاماكن في الدلتا فين اللي فيها، يعني الناس القديمه عارفه فين المناطق اللي فيها العفن البني والمناطق اللي ما فيش فيها عفن بني. ممكن الدوله تساعدنا في كده، يعني سيبنا من اللي فات، سيبنا من 20 سنه اللي فاتت، الكلام ده من 20 سنه، يعني من 98. يعني من 98 هل الدوله مش ممكن تساعدنا النهارده بحصر المناطق اللي يعني 98 لحد النهارده 20 سنه اعتقد تغيرت فيها خريطه الزراعه في الدلتا. طيب ما هو ده اللي انا قلته لحضرتك. طب احنا ما بنحصرش او نشوف ليه؟ كلامي لو عند حضرتك، لو انتوا عندكم مزارع عارفين انها ارض نظيفه، قدموا بيها طلب لمشروع حصر ومكافحه العفن البني في وزاره الزراعه، واطلبوا منهم ان هم ينزلوا يفحصوا لكم الارض وينشئوا منطقه خاليه من العفن البني في المزرعه دي. هو ده اللي انا قلته، لو حضرتك في مناطق زي ما انت ما بتقول عارف انها بتتزرع بري بالتنقيط وبينطبق عليها اشتراطات انها تكون خاليه من الامراض، حضرتك ابعت لقدم طلب لمشروع العفن البني، ينزلوا يفحصوا لكم الارض، هياخدوا عينات من التربه. اللي انا اعرفه يا فندم ان الدلتا ممنوعه اصلا، مش حكايه ممنوعه اصلا، مش حاجة اسمها مش ان انا اسمح في حته. مفيش حاجه اسمها ممنوعه. مفيش ممنوعه. مين يعني قال انها، مين اللي قال انها ممنوعه؟ تمام ماشي، انا بصحصح يعني حضرتك، يعني مفيش نص قانوني ولا في نص في اي تشريع يقول ان ممنوع انشاء منطقه خاليه من العفن البني في الدلتا، مفيش حاجه اسمها كده. واحنا كحجر زراعي، بالنسبه لنا الحجر الزراعي هو المسؤول عن الموضوع ده. انا بقول لحضرتك اهو، لو في منطقه في الدلتا ثبت انها خاليه من العفن البني، ومشروع العفن البني بعت لنا قال لنا ان المنطقه دي خاليه من العفن البني، وانه اختبرها وتاكد انها خاليه من العفن البني لمده 3 سنين. اصل خلي بالك انشاء منطقه خاليه من العفن البني ما بيبقاش مجرد ان انا بنزل اخد عينات من التربه واتاكد انها سليمه وخلاص، لا مفيش مشكله. انشاء المنطقه ده بيحتاج اكتر من سنه، وبيحتاج دراسات مستمره وتحليل مستمره لعينات مختلفه للتربه والحشائش والارض والميه والنباتات اللي مزروعه. انشاء المنطقه الخاليه ده ما هوش مجرد عينه. شكرا حضرتك جدا دكتور احمد العطار، رئيس الاداره المركزيه لحجر الزراعه وزاره الزراعه، شكرا جزيلا لحضرتك. يعني هو يعني ممكن تسوي كتير، بس انا عندي وجهه نظر مختلفه. اتفضل. بس اخيرا عشان معانا دقيقتين بس. دقيقتين. انا يكفيني ان كل زراعات البطاطس اللي في الجبل اللي في الارض الرمليه تتصدر، انا مش عايز اتصدر من الدلتا خالص ولا من الوادي، بس البطاطس الانتاج الغزير اللي بيجي من الاراضي الجديده وبينزل السوق المحلي هو اللي بيعمل السعر ده اصلا. اما لو انا اضمن ان كل البطاطس الموجوده دي مساحات مش قليله، مساحات كبيره جدا، لو اضمن ان هذه الاماكن ودي بيست فري اريا ودي اهو ما فيش فيها كلام كتير، ان البطاطس دي كلها تتصدر، انا متاكد عظيم جدا. خلاص وبتاع الدلتا يتوجه للسوق المحلي. ما هي برضه ما هي كله في مصلحه واحده. انا قصدي ساعتها هيبقى في سعر مناسب، بس برضه اما صدر من الدلتا هيرفع برضه سعر بطاطس الدلتا. يعني برضه دي مهم، انا دلتاوي ماشي مش مشكله. والوادي، طب والوادي، طب انت هتصدر من الدلتا لما الوادي ما عندك عندك الجيزه، عندك بني سويف، عندك المنيا بزراعه، دول وادي مش دلتا. وهناك الجو حار جدا بالصيف، فما فيش عفن بني اصلا. يعني انا من خلال وجودي في المناطق دي كلها ما شفتش لا عروه شتوي ولا صيفي في اي عفن بني موجود. انه اقل جدا يعني اصلا. فهي كلمات اخيره علشان دقيقه ودقيقه بس، ان أوال موسم البطاطس 2020 الصيفي ان لم يوجد تصرف في انتاج العروه المحيره على الاقل انها تصدر جزء كبير منها، هيبقى في مشكله كبيره جدا لمزارع البطاطس، ومشكله كبيره جدا
للاقتصاد الزراعي القومي المرتبط بالبطاطس للأسف الشديد. إذا كان في فرض عرف يجيب 1000 طن للناس وينزل سعر تكلفة البطاطس لهم فأين دور الجماعة الزراعية؟ يعني لو في فرض مشكورا عمل انه جاب 1000 طن للبطاطس وادهم للناس باسعار مناسبه، يعني ننزل له في الطن 10000 و25000 في بعض الاصناف زي السلان، دور الجمعيات الزراعيه فين انها تعمل كده؟ ده السؤال اللي انا بساله، يعني عشان الناس بيقول لي انت ما بتحطش حلول ليه؟ لا، بسهوله جدا الجمعيات الزراعيه زي ما بتجيب لي تآور القمح والرز، ممكن هي انا كفلاح صغير مثلا احجز عندها واقدم مقدم للشكاره 50 جنيه 60 جنيه 100 جنيه وهي تحجز لي التقاوي واجيب منها التقاوي. انا بس ده حل سهل جدا يعني، وده حل مش جديد التقاوي. لان ده اللي كان بيحصل من 30 سنه 35 سنه كانت الجمعيه العامه المنتجه للبطاطس هي اللي كانت بتستورد تقريبا 80% من البطاطس المستورده، وال 20% الاتحاد يعني شغال على الملف ده. ده فرد مشكور، هو فرد مشكور فعلا، واحنا بندعمه المهندس احمد، وهنقف معاه باذن الله وهنحتاج وهنقف معاه جدا يعني في الامر اللي هو داخل فيه. لكن انا بتكلم برضو فين دور برضو الجمعيات؟ الجمعيات موجوده في كل قريه، صح؟ الجمعيه العامه المنتجه البطاطس لا الجمعيه العامه المنتجه البطاطس مش موجوده في كل قريه، عندي 6500. ماشي، شكرا حضرتك جدا دكتور محمد علي فهيم استاذ الفاطمه المخيه بوزاره الزراعه، شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا باشمهندس خالد. اعتقد النهارده الوقت الكافي، لكن في كمان معانا تقرير لبعض المستثمرين او صغار المستثمرين اللي هيستثمروا في الصحراء بمشاريع شركة أبرولاند في وادي النطرون، لكن أنا المهندس فارس سعيد استشاري الزراعة بشركة أبرولاند. باشمهندس أهلا أستاذ شعبان، إزاي حضرتك؟ إحنا شفنا يعني هنعرض تقرير لوفد من محافظة التقهلية وخاصة مدينة المنصورة، زاروا منطقة وادي النطرون للاستثمار هناك في الصحراء، ووجهوا كلمات كتير للمزارعين في مصر. عاوزين نعرف من حضرتك يعني تفاصيل الزياره دي والهدف منها ووصلنا لايه فيها. اتفضل. الحقيقه احنا بالنسبه لمنطقه الدقهليه عموما ملهاش ظهير صحراوي زي ما حضرتك عارف يا استاذ شعبان. دلوقتي ابناء الدقهليه بداوا يتجهوا لغرب المنيا ووادي النطرون، وبالفعل لما هم جم اتفرجوا على ارض وادي النطرون كانوا مبسوطين منها جدا، وقالوا ان شاء الله احنا بنيجي نستثمر بالنسبه لوادي النطرون، ويمكننا واستفسروا عن بعض الزراعات التي يتاح لها في وادي النطرون. فاحنا اتكلمنا معاهم بالنسبه للزراعه، ان الزراعه طبعا عندنا زراعه الزيتون مما له من عائد كبير على المزارعين، واتكلمنا معهم في زراعة برضو التين البرشومي، وعندنا زراعة النخيل البرحي والمجدول، وعندنا زراعة النخيل بكل أصنافه في منطقة وادي النطرون. طب الفرص الاستثمارية في المنطقة دي شايفها ازاي؟ والله يا أستاذ شعبان ده يمكن أنت سمعت التقرير بتاع الجماعة المزارعين، لسه هنعرض التقرير إن شاء الله. اتفضل. اللي بالنسبة للمزارعين هم يتكلموا حقيقة واتفرجوا على الارض لدرجه ان هم مشوا في كل الاراضي في انحاء الارض، فكانوا مبسوطين جدا منها، وقالوا هو ده المخرج الوحيد لينا من الحيز الضيق في منطقه الدقهليه، ويجب على كل المزارعين في كل المناطق التي ليست لها ظهير صحراوي ان هم يتجهوا الى الصحراء والاستثمار فيها. طبعا هم بيفكروا تفكير منطقي جدا. بعض المزارعين قالوا طب احنا دلوقتي عايزين نبني بيوت وعايزين نربي مواشي واغنام ومعيز، فاحنا عايزين بدل ما كل واحد يبني بيت في كل جزء هياخده، لا احنا عايزين نعمل القرى البديله اللي كان الاستاذ عادل اتكلم عليها قبل كده حضرتك. نعمل منطقه للسكنيه والمنطقه تبقى كلها زراعيه. انا بشكر حضرتك جدا المهندس فارس سعيد استشاري الزراعه بشركه أبرولاند، شكرا جزيلا لحضرتك. هنطلع نشوف التقرير لوفد المنصوره من وادي النطرون، وان شاء الله انتظرونا الخميس المقبل، ومعكم شعبان بلال.